رقم 3، التأكيد على أن اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في هذه الأزمة جاء تصعيدا لموقف النادي من السلبيات التي تشهدها المسابقات الأفريقية، وفي مقدمتها عدم وجود معايير تحكم عملية التنظيم منذ فترات طويلة قبل أن يطلب النادي في شكواه البت العاجل في أزمة ملعب المباراة النهائية قبل الموعد المحدد لها، وإرساء العدالة بإقامة اللقاء في ملعب محايد أو تأجيل ذات المباراة لحين الفصل في الموضوع بما يتفق مع اللوائح ويفرض المساواة ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفريقين المتنافسين. أول حاجة اتقالت لي هنا قبل بعد ما بيان النادي الأهلي، لقيت بعض من جمهور النادي الأهلي بيكلموني، وأنا الحقيقة دائما ما بستقبل تليفونات كتيرة في هذا الأمر. لقيت بعض من جمهور هو النادي الأهلي ساب حقه، هو النادي يا جماعة واحدة واحدة. أنا كنت بقول كده، اللي أنا فهمته من البيان أن النادي الأهلي لن يترك حقه، وده إحنا قايلينه من الأول يا جماعة. عمر ما النادي الأهلي هيسيب حقه، عمر ما النادي الأهلي هيبقى عنده حق في الحتة اللي هناك دي وهيسيبها ويمشي علشان يلعب الماتش، عمرها ما بتحصل. إمتى حصلت؟ حد يقول لي كده إمتى حصلت؟ هو موضوع الحكام اللي إحنا فيه ده في الدوري المحلي، إحنا بقالنا 3-4 سنين بنعمل إيه؟ النادي الأهلي بقاله 3-4 سنين بيعمل إيه؟ ما بيعملش حاجة غير إن هو بيجري ورا حقه. فهنفضل نمشي ورا حقنا ونجري ورا حقنا؟ النادي الأهلي في بيانه بيقول كده، أنا هكمل إجراءاتي وهطلب إجراء أو اتخاذ قرار سريع قبل المباراة، وإذا لزم الأمر من قبل المحكمة الرياضية إن هي تأجل المباراة ما عنديش مشكلة أن يتم تأجيل المباراة، ولكن في نفس الوقت الكبير بقى هنا يقول إيه؟ أنا ملتزم بإن أنا ألعب المباراة، وملتزم إن أنا أكون متواجد في ملعب المباراة في الوقت اللي هيتم تحديده، على الرغم من أن حتى هذه اللحظة ما جاش أي مكاتبات رسمية للنادي الأهلي، وبالتالي النادي الأهلي لن يترك حقه. محدش يقول كده يا شباب، محدش يقول كده، لأن معظم شباب اللي كلمني كتير قلت لهم ما حصلش ولا هيحصل، وبالفعل اقتنعوا بالكلام اللي أنا قلته، لأنه اللي يقرأ بيان مجلس إدارة النادي الأهلي كويس يفهم ان النادي الاهلي لن يترك حقه، ولكن بيتكلم بصيغه الكبير، بيتكلم بصيغه اللي بيحاول دايما يحافظ على القاره الافريقيه زي ما بيحصل هنا في مصر. هو النادي الاهلي هو احنا مش خسرنا الدوري السنه اللي فاتت بسبب التحكيم؟ خلاص دي حاجه بيدفعها النادي الاهلي علشان يا جماعه عايزين نشتغل، عايزين نطور التحكيم، عايزين نطور الامور والحاجات اللي بتحصل في الفار مثلا. هو النادي الاهلي ما بيطلبش حاجه. نفس الكلام بالنسبة للبطولة الإفريقية، أنا هروح ألعب وعندي مجموعة من اللاعبين عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيها، وعندنا جهاز فني عندنا ثقة كبيرة جدا جدا فيه، وإن شاء الله هنروح في أي مكان ونكسب. الأهلي ما بيسيبش حقه، بس عارف مسؤولياته اتجاه إيه؟ اتجاه جمهوره، أعضاء جمعيته العمومية، اتجاه بلده، اتجاه القارة الإفريقية اللي بيمثلها النادي الأهلي في كأس عالم مرتين ورا بعض، وإن شاء الله يمثلها للمرة الثالثة على التوالي.